السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في شابتر واحد اللي هو بيتكلم عن الفيول والبروبرز بتاعته. خلينا نبدأ على طول. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي عملية تعريف عملية الكومباشن. قلنا دي بروسيس بيحصل بيها أكسدة للوقود علشان أحول الكيميكال إنرجي لهيت إنرجي. طيب هل في أمثلة على عملية الحريق دي؟ في أمثلة على عملية الحريق دي قابلتنا ودرسناها قبل كده. زي إيه يا شباب؟ في الستيم، في الرانكينج توربن أو في الستيم توربن كان عندنا جزء اسمه البويلر، كنت بعمل فيه عملية حريق عشان أحول المية اللي جاية لي من البمب للستيم عشان تخش على التربينة. طيب برضو كان عندنا مثال تاني اللي هو الجاس تربين. كان عندنا غرفة الحريق اللي بدخل فيها وقود مع هواء علشان خاطر اعمل عمليه الحريق. كنا اتكلمنا او اتناقشنا مع بعض قبل كده في مثلث الحريق. مثلث الحريق بيتكون من ايه عشان اقدر اقول ان انا هقدر اعمل حريق؟ بيتكون من ثلاث عناصر. السبارك ده اول عنصر، وقلنا السبارك ده اي ignition source هيمثل السبارك. الهواء قلنا بنحتاج الهواء عشان خاطر عمليه الاوتو اللي هو بيعمل لي عمليه اكسده للوقود. الفيول قال لك اي ماتيريال ممكن تخرج لي او تنتج لي طاقه لما احرقها. اني ماتيريال كان ريليزد انرجي هو امبورتنت. طيب خلينا نخش شويه لعمليه الفيول دي. عموما الفيول او الماتيريال دي لها ثلاث اشكال، في السوليد فيول، في الليكويد فيول، في الجاز فيول. امثله على السوليد فيول وهي الوود والفحم. الوود والايه؟ والفحم، الكول والفحم. طيب امثله على الليكويد فيول، امثله على الليكويد فيول اللي هو طبعا الجازولين، البنزين، الديزل، الكيروسين. بالنسبه للجازس فيول امثله اللي عليها وهي الناتشرال جازز. تمام، هيجي يسالني سؤال في الشيت عندي كومبير بتوين ايه مميزات الليكويد، ايه مميزات الليكويد وايه مميزات الغاز لو قارنا الكلام ده بالنسبه للسوليد. هو هتلاقينا هنا عاملين في الشرح عاملين مقارنتين، مقارنه ما بين الليكويد والسوليد ومقارنه ما بين الغاز والسوليد. هنبدا نتكلم في اول حاجه الكالوريفيك فاليو. الليكويد فيول ليه هاي كالوريفيك فاليو، السوليد فيول ليه لور كالوريفيك فاليو. الاستورج كاباسيتي طبعا الليكويد سهل جدا لور استورج كاباسيتي بعكس السوليد. الكوروجن اوف بويلر بالنسبه للليكويد نون كوروجن، بالنسبه للسوليد ميك كوروجن. الافشنسي طبعا الليكويد هاي افشنسي والسوليد لو افشنسي. المخلفات بقى اللي هو الاش والدانو اش وده قلته في اش. الهاندلنج عمليه التوصيل ايزي تو هاندل هنا ديفيكلت تو هاندل، الكنترول ايزي تو كنترول هنا ديفيكلت تو كنترول. دي اوجه المقارنه اللي على الشمال وبقارن ما بين الليكويد وما بين السوليد. طيب بعد كده بنتكلم ما بين الجهاز والسوليد. السبلاي برضه بالنسبه للايزي تو سبلاي ثرو بايب، لكن بالنسبه للسوليد نوت ايزي. ديستريبيوشن هنا يونيفورم ديستريبيوشن نون يونيفورم. الستارتنج بروبلم مفيش اي ستارتنج بروبلم، هنا في السوليد في ا لوت اوف ستارتنج بروبلم. الاش والشوايب طبعا في الجهاز ده نضيف مفيش لا اش وفري كروم. الشوايب هنا في شوايب وفي هنا ا لوت اوف اش. دي واجهه المقارنه وموجوده هتيجي في الشيت. لو طلعنا كده نبص على الشيت يا شباب هنلاقي ان انا عندي سؤال رقم 2 بيقول لي what are the advantage of liquid fuel and gases fuel over solid fuel. ايه مميزات الليكويد والسوليد؟ هنقول بقى ان هو easy to handling، easy to control. هنقول ان هو uniform distribution، هنقول ان هو less في الاش والشوايب، هنقول ان هو ليه هاي كاربيك فاليو. كل دي مميزات الليكويد والفول عكس الجاز الشوي. طيب هنبدا في موضوع مهم جدا وهو عمليه الديستليشن اوف فيول، تقطير الوقود. يعني البتروليوم برودكتس اللي بتطلع لي دي اللي هي كيروسين وجازولين وديزل وغاز طبيعي، ده بيجي نتيجه عمليه اسمها الديستليشن اوف فيول. طيب عمليه الديستليشن اوف فيول كده باختصار، شايفين الشكل اللي قدامنا ده ملف تسخين
الملف التسخين ده باخد الكرود اويل، باخد النفط الخام اللي خارج عندي، باخد النفط الخام اللي خارج عندي واسخنه لدرجه حراره توصل ل 480 سيليزيوس. عندها بحصل على منتجين، منتج اسمه البنتنايم او الزفت اللي انا بستخدمه في عمليه رصف الطرق، وباخد بخار الكرود اويل اللي حصل له تسخين ده، ادخله برج تقطير اللي هو البرج اللي قدامي ده، البرج اللي قدامي ده اللي هو مكون من طبقات، مكون من طبقات، كل طبقه عندها درجه حراره باخد من عنده واحد من البتروليوم برودكتس اللي انا عايزها. يعني لو لاحظت عند ال 370 انا باخد اللوبريكيتنج اويل، عند ال 300، عند ال 300 انا باخد الديزل، عند ال 230 انا باخد الكيروسين، عند ال 150 انا باخد الجازولين، عند ال 25 درجه سيليزيوس انا باخد الناتشورال جاز. يبقى عمليه الديستليشن اوف فيول بمنتهى البساطه بيحصل عمليه تسخين للكروت اويل للنفط الخام، بينتج عنه بنتلايم ده اللي بيستخدم في رصف الطلق، وبينتج عنه البخار بدخله برج تقطير مكون من طبقات، كل طبقه عندها درجه حراره باخد واحد من البتروليوم برودكتس. طيب سؤال من الاسئله المهمه اللي ممكن الدكتور يجيبها لنا في الامتحان، the raw distillation curve for oil. طيب بترسم لي الديستليشن كيرف على المحور الفيرتيكال اكسس بيبقى التمبريتشر، على الهوريزونتال اكسس اللي هي نسبه التقطير اللي حصلت للوقود، تمام. كل اللي انا بعمله ان انا بقيت عارف من 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 البرج اللي فوق ده ان كل ماده بتخرج لها درجه حراره معينه. فلو لاحظت جيت عند ال 150 رسمت الجازولين، جيت عند ال 230 رسمت الكيروسين، جيت عند ال 300 رسمت الديزل، جيت عند ال 370 اللوبريكيتنج اويل، وعند 480 البنتراين. ده كيرف مهم جدا وبنتسال فيه. طيب برضه في كيرف اهم، او في كيرف دايما بيجي في الامتحانات وبيتكرر معانا، اللي هو دروز ا بويلنج جراف فور جازولين ديزل اند كيروسين، تمام. ادي الجراف اهو يا جماعه. اول حاجه هتلاحظ ان انا في على المحور الفيرتيكال ادي دي نسبه المئويه، تمام. وعلى المحور الفيرتيكال درجه الحراره. عند 100 درجه سليزيوس والضغط الجوي بيحصل الغليان لل H2O اللي هو الخط الهوريزونتال ده. بعد كده بعد كده نبدا بالجازولين، الجازولين بيبدا لو لاحظت بيبدا غليانه من عند درجه حراره 60، بيبدأ غليانه من عند درجة حرارة 60 وبيخلص عند 230، متوسط درجة الغليان 150 درجة. طيب لو لاحظت إن في خطين للجازولين، ليه أنا راسم الجازولين عبارة عن خطين؟ قال لك بسبب وجود الشوائب وجودة المنتج. لو الجازولين ده يا شباب اللي هو البنزين اللي إحنا بنستخدمه في عربياتنا، أمثلة عشان نقرب الأمثلة أكتر، عندي في بنزين 80، في بنزين 92، في 95، ف ده ال 90 وال 80 دي هدرسها كمان شويه، حاجه اسمها بتمثل نسبه الايزو اوكتان، وكل ما الايزو اوكتان بيزيد كل ما كانت الكواليتي بتاعت الجازولين بتزيد. فالخطين دول ليه خطين؟ ليه لما باجي برسم الجازولين بعمله بخطين؟ ده علشان خاطر وجود شوائب وجوده المنتج. طيب بالنسبه للكروسين، الكروسين بيبدا عند 160 ويخلص عند 270، هتيجي تلاقي الخط بدا اهو من ما بين ال 100 وال 200 لو بصينا على المحور الرأسي، ومنتهي ما بين ال 200 وال 300 اللي هو بينتهي عند 270. طيب بالنسبه للديزل، الديزل بيبدا عند 230 وبيخلص عند 300، هتلاقينا برضو ما بين 200 وال 300 على المحور الرأسي بادئين نرسم الديزل وانتهى عند ال 370، ما بين ال 300 وال 400 ومتوسط درجه كام 300. برضو الديزل في خطين برضو نتيجه الشوايب وجوده المنتج، تمام كده يا شباب. ده اللي هو البويلنج كيرف، ده بيتسال في كتير، بيبقى موجود معانا في امتحانات كتير فناخد بالنا منه. طيب مفيش حاجه في الدنيا يا شباب بتبقى لها مميزات بس، يعني احنا من شويه طبعا احنا فصلنا شويه او ما قلناش النقطه دي، بس مفيش حاجه بتبقى ليها مميزات بس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا كان في سؤال، في الشيت بيقول ايه مميزات الليكويد والسوليد عن سوري الليكويد والغاز عن السوليد فيول، وقلنا ايه المميزات. طيب اكيد في عيوب للليكويد وعيوب للغاز. قال لك عيوب الليكويد ان هو هاير كوست، تكلفته عاليه،
جريتر ريسك فاير. ما هو انت برضه معلش، انا علشان اخزن، كرود اويل او سوري، عشان اخزن كيروسين او جازولين او الكلام ده كله، ده مش الريسك مش قليل، ده لا ده ريسك عالي. تمام، كوست اوف كونتينر زي ما قلنا هو هاير كوست، هو عموما بقى كوست اوف كونتينر ستورج ترانسبورتيشن ايا كان، عشان ابدا اعمل له استخراج، عشان ابدا اعمل له ريفايننج، كل ده ليه كوست وكل ده هاير كوست. فهو عيوبه حاجتين، ان هو كوسته عاليه وان هو ريسك اوف هاير. تمام، ديس ادفانتج اوف جاس فيول، قال لك لارج ستورج كاباسيتي. تمام، وبرده ان هو فكره الريسك بتاع الفاير، لان هو سريع الاشتعال. تمام، طيب نخش على حاجه ثانيه، حاجه اسمها الهيتنج فاليو، ذا اماونت اوف هيت ريليزد بير يونت ماس اوف ليكويد فيول بيرند ان اكسجين اندر بريشر اوف كونستانت فوليوم when combustion products are cooled to initial temperature of 25 سلسلس. يعني بيقول لك كميه الحراره اللي بتنتج نتيجه حرق، واحد كيلو جرام من يونت ماس، مش عايزين نقول واحد كيلو جرام، يونت ماس من الليكويد فيول في الاكسجين تحت ضغط. تمام، والبرودكتس اللي بتطلع ببردها لدرجه حراره 25 سلسلس. تمام، ده الهيتنج فاليو. بنستخدم البامب كالوريمتر عشان نحدد الهيتنج فاليو. عندي عندي مصطلحين للهيتنج فاليو، عندي هاي هيتنج فاليو وعندي لور هيتنج فاليو. تمام، ايه الفرق، ما بين الهاي هيتنج فاليو وايه الفرق ما بين اللور هيتنج فاليو؟ ده سؤال موجود في الشيت، وده سؤال بيجي سواء في النظري او سواء في الفاينل، فده سؤال موجود معانا. ايه الفرق؟ الهاي هيتنج فاليو احنا قلنا لو نفتكر عملية الحريق أو بيحصل التفاعل الكبير بيحصل إزاي؟ بدخل وقود مع هواء. تمام؟ بدخل وقود مع هواء في وجود السبارك، يبدأ يحصل عملية الحريق. نتيجة عملية الحريق دي بينتج منها برودكتس، واتفقنا إن الفول بتاعنا بيكون هيدرو كربون فيول. فهيدرو كربون فيول، لازم يبقى عندي H2O في البرودكتس. طيب نتيجة عملية الحريق دي البرودكتس عندي تكون خارجة عند درجة حرارة 500 و600 و700 سيليزيوس و300 سيليزيوس. فإذا أنا ضامن إن الـ H2O اللي خارج، كإيه؟ كفيبر، تمام؟ فالـ H2O اللي بيكون موجود في البرودكتس ده، بنسميه لو هو في فورم الفيبر او الغاز بنقول عليه اللور هيتنج فاليو. تمام، طيب انت يبقى هاي هيتنج فاليو لما ببدا ابرد البرودكتس لدرجه حراره الغرفه او لدرجه الحراره بتاعت الجو اللي حواليا وليكن 25 سلسلس مثلا، ايه اللي بيحصل؟ بيكون في ليتنت هيت، الفيبر ده الاتش تو او الفيبر ده بيتحول لميه، فبيكون في ليتنت هيت، كانت موجوده في البيبر دي باخدها تضاف على الهيتنج فاليو، فبالتالي قيمه الهيتنج فاليو بتزيد، فعشان كده بنقول عليها الهاي هيتنج فاليو او الهاي كالوريفيك فاليو. تمام، فهو ده الفرق. فالفرق ان ال H2O في البرودكت لما يكون في جاز فورم ده بنقول عليه اللور هيتنج فاليو، وال H2O لما بيكون في البرودكت صوره ليكويد فورم ده بنقول عليه الهاي هيتنج فاليو او الهاي كالوريفيك فاليو. طيب عندنا معادلتين بنستخدمهم، او عندنا قانونين بنستخدمهم علشان ايه؟ علشان احسب الهاي كالوريفيك فاليو واللو كالوريفيك فاليو. تمام، زي ما موجودين قدامنا اهو، الحاجه اللي انا ظللت عليها اللي هي الهايتنج فاليو 4.18 من 100 على 100، بفتح قوس 8080 بضربها في نسبه الكربون، هيكون انا معايا ثلاث مسائل في الشيت بتاعنا يا شباب بنفس الفكره. نرجع لهم كده قبل ما نخلص النقطه دي شرح عشان نبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه. تمام، مساله رقم 5 ومساله رقم 6 ومساله رقم 7 بيقول لي ذا بيرسنتج composition by weight of a sample of a cool is given as blue. مديني نسبة الكربون، ومديني نسبة الهيدروجين، ومديني نسبة الأكسجين، ومديني نسبة الكبريت. عايزني أحسب له الكالوريفيك فاليو، فهو بيكون مديني، هتلاقي نفس الكلام ده كله. The percentage composition by weight of a sample of cool is given as blue.
The ultimate analysis of a sample of cool is given in percentage of by weight. تمام؟ طيب هو مديني في الثلاث مسائل نسبه الكربون، نسبه الهيدروجين، نسبه الاكسجين، نسبه الكبريت. نسبه الكربون في المساله رقم 6، نسبه الكربون، نسبه الهيدروجين، نسبه الاكسجين، نسبه الكبريت. المساله رقم 7، نسبه الكربون، نسبه الهيدروجين، نسبه الاكسجين، نسبه الكبريت. طيب بنعمل ايه يا شباب؟ هو بيكون طالب في الثلاث مسائل ان هو عايز لك عايز تحسب له الكالوريفيك فاليو، الهاي كالوريفيك فاليو واللور كالوريفيك فاليو. بنعمل ايه بقى يا رجاله؟ بنعمل ايه؟ بنعوض في القوانين اللي معانا دول. تمام؟ الهاي heating value او الهاي كالوريفيك فاليو 4.18 8080 نسبه الكربون اللي مديها لي زي ما هي وهي مضروبه في المية بحطها زي ما هي، لان لو لاحظت انا بره القوس انا قاسم 4.18 على 100 علشان نسبه النسب اللي هو مديها لي بالمية دي احولها، فانا قاسم على 100 بره القوس وضارب في القوس كله، فانا ضامن ان هي متحوله، فبحطها زي ما هي 8080 في نسبة الكربون زائد 34500 نسبة الهيدروجين، افتح قوس عندي ادي نسبة الهيدروجين احطها ناقص نسبة الاكسجين على 8 زائد 2220 في نسبة الكبريت. كده انا جبت الهاي هيتنج فاليو. طيب بعد كده عايز اللور اللور هيتنج فاليو. اللور هيتنج فاليو عبارة عن الهاي هيتنج فاليو ناقص ايه يا شباب؟ الهاي هيتنج فاليو ناقص ايه؟ ناقص الماس بتاعه ال H2O في الليتنت هيت بتاع ال H2O. الليتنت هيت بتاع ال H2O ده عباره عن 2461، ده حفظ. وبقى القانونين دول حفظ يا رجاله بالارقام بالثوابت اللي موجوده في القانون اللي هو 8880 34500 2220، دي نسب انت لازم أن تبقى حافظ حافظ القانون. الليتنت هيت بتاع ال H2O برده اللي هو 2460 هتبقى حافظه. طب ال MH2O قال لك 9 في نسبة الهيدروجين، السؤال هنا بقى نسبة الهيدروجين لما اجي احطها في المسألة دي او لما اجي احطها في القانون دي احطها زي ما هي وهي نسبة مئوية؟ لا مش هحطها زي ما هي ونسبة مئوية، بقسمها على 100. ليه؟ احنا قلنا القانون اللي فوق انا اوريدي برضه ما بحطهاش زي ما هي نسبة مئوية، انا قاسم على 100 بس قاسم القوس كله ومخليها جوه القانون. يعني 4.18 على 100. فبحط نسب النسب بتاع الكربون والهيدروجين والاكسجين والكبريت نسب مئويه زي ما هي، لان انا اوريدي ضامن ان انا قاسم على 100. طيب بالنسبه للور قلنا 9 في نسبه الهيدروجين، فهنا نسبه الهيدروجين بقسم فيها على 100. فالقانونين دول يا شباب هيحلوا لنا الثلاث مسائل اللي احنا قلنا عليهم فوق دول، اللي هم ايه؟ اللي هم مساله رقم 5 و6 و7. مساله رقم 5 وستة وسبعة. تمام كده يا شباب؟ طيب وبرضو سؤال رقم 1 بيقول لي what do you understand by higher calorific value and lower calorific value. قلنا ال higher calorific value ال H2O اللي موجودة في products في صورة liquid، ال lower calorific value ال H2O اللي موجودة في products في صورة A vapor. قلنا what are the advantage of liquid fuel and gas fuel. خلاص مفيش أي مشاكل. هتبقى لنا النقطة رقم 3 والنقطة رقم 4 دول عايزين نعرفهم إيه هم. النقطة رقم 3 شوية مصطلحات عايزين نعرفهم ونفهمهم مع بعض. طيب نرجع كده بسرعة يا شباب، نرجع كده بسرعة. خلاص احنا خلصنا النقطة بتاعت الكاروفيك فاليو او الهيتنج فاليو. تمام. طيب نخش في مصطلح اسمه الاي بي اي والاي بي اي ديجري. ودكتور رمضان دايما بيجي في الجزء ده ويروح جاي زي ما شفنا فوق كده رايت اشورت نوت اباوت اي بي اي، او ممكن في الام سي كيو اي بي اي. فالناس كلها بتبقى حافظه الاي بي اي ديجري، اللي هي شايف انت كلمه الاي بي اي اللي مكتوبه دي بيبقى موجود فوق الاي علامه الديجري. تمام. فانا عندي مصطلحين لازم ناخد بالنا منهم كويس. الاي بي اي اللي هو اختصار الامريكان بتروليوم انستيتيوت، الاي بي اي ديجري اتس ا ديجري يوزد تو كلاسيفيكيشن اوف فيول اند تو ميجر ذا سبيسيفيك جرافيتي. دي درجه بتحدد لي الكثافه بتاعت كل الكثافه بتاعت كل ايه؟ كل فيول. لو لاحظنا ادي القانون قدامه، القانون قدامه اهو يا رجاله. تمام. الاي بي اي عباره عن 141.5 على سبيسيفيك جرافيتي ناقص 131.5. والسبيسيفيك جرافيتي كان له قانون، الرو بتاعت الماتيريال على الرو بتاعت الوتر اللي هي ب 1000. فانا علشان اجيب الرو بتاعت اي ماتيريال لو معايا الاي بي اي ديجري بستخدم القانونين دول يا شباب. استخدم القانونين دول اللي هم دول شيء. ان انا معايا الاي بي اي ديجري بعوض هنا وادي 141.5 اقدر اجيب من هنا سبيسيفيك جرافيتي بعد كده اضربها في كثافه المايه اللي هي ب 1000 اطلع بالرو بتاعه الماتيريال. نرجع برضو في مساله، في مساله موجوده معانا هنا
اللي هي مسألة رقم أهو 28 ديجري اي بي اي اوف فيول اويل كالكوليت اتس دنسيتي ان كيلوجرام بير لتر. تمام، يبقى هاجي اعوض في القانون 28 بتساوي 141.5 على اس سبيسيفيك جرافيتي ناقص 142.5، هجيب السبيسيفيك جرافيتي وبعد كده اضربها في ال1000 هطلع الدنسيتي بتاعت الماتيريال. خد بالك ان هو طالب كيلوجرام بير لتر، الدنسيتي اللي هتطلع عندك كيلوجرام بير لتر مكعب. تمام، فناخد بالنا من اليونتس. تمام كده يا شباب، دول كده الاربع مسائل اللي معانا. مساله رقم اربعه خلاص عرفنا دي بتعبر عن ايه، وركز الفرق ما بين كلمه اي بي اي واي بي اي ديجري في النظري. ومساله رقم خمسه وسته وسبعه بنستخدمهم في القوانين بتوع الكاروفيك فاليو، ازاي احسب الهاي كاروفيك فاليو واللور كاروفيك فاليو. طيب خد بالك، رايت اشورت نوتس اون ديجري اوف اي بي اي، خلاص احنا او ممكن نقول الاي بي اي لوحدها اللي هي الامريكان بترول انستيتيوت ديجري اوف اي بي اي، دي ديجري بستخدمها عشان اعمل كلاسيفيكيشن للفول وعشان اجيب السبيسيفيك جرافيتي بتاع الفول او الكثافه بتاعتك. طيب فاضل لنا بقى اللي هي السيلف اجنيشن تمبريتشر والبول بوينت والفلاش بوينت، عمليه الديستليشن احنا شرحناها، عمليه التقطير للوقود بسخنه ل 480 درجه سيلسيوس، بينفصل لي لبنتلاين وبخار، بدخل البخار ده جوه برج التقطير. برج التقطير ده بيكون مكون من كذا طبقه، كل طبقه لها درجه حراره باخد عندها بطوليه مضيئه. بقيه المصطلحات اللي معانا عايزين نعرفها بسرعه كده. احنا اتكلمنا اول حاجه السيلف اجنيشن تمبريتشر. السيلف اجنيشن تمبريتشر بالبلدي كده اللي هي درجه الاشتعال الذاتي. تمام، درجه الاشتعال الذاتي دي معناها ايه يا شباب؟ درجه الاشتعال الذاتي قال لك ان مينيمم تمبريتشر دي اقل درجه حراره عندها ات ويتش ذا فيول ويل اجنيت spontaneously without ignition source. درجة الحرارة أو أقل درجة حرارة عندها الوقود هيشتعل تلقائيا بدون الحاجة إلى مصدر اشتعال. وده الكونسيبت بتاع يا شباب، احنا عندنا نوعين من المحركات، عندنا محرك سبارك اجنيشن انجن وعندنا كومبريشن اجنيشن انجن. الكومبريشن اجنيشن انجن مبدا الحريق اللي فيه بيعتمد على ان الفيول اللي هو بيستخدمه يوصل لدرجه الاشتعال الذاتي فيبدا الحريق يشتعل ويبدا يحصل عمليه حريق. تمام، فده السيلف اجنيشن تمبريتشر. طيب البور بوينت يا شباب، البور بوينت نقطه الصب بالبلدي كده. تمام، في البلاد المتجمده، في البلاد المتجمده، في البلاد المتجمده بيحصل عمليه تجميد للفيول. انا عايز الفيول اللي عندي ده يبقى سهل ان انا اضخه او سهل ان انا احركه او الكلام ده اهو. فقال لك اتس ا تمبريتشر اوف 3 ديجري سيلسيوس ابوف ذا ليفل ات ويتش الفيول ويل بي كومبليتلي فروز. يعني باجي اعمل سيت اب مثلا ان والله درجه الحراره اللي هيبقى عندها كومبليتلي فروز وليكن مثلا سالب 2، فبدي بعمل سيت اب مثلا للالارم ان هو الثلاث درجات فوق السالب 2 دول هيديني الارم ان انا وصلت للبور بوينت. فساعه ما اوصل للبور بوينت ده معناه بقى ان انا هبقى عندي هيترز مثلا، فابدا اسخن الهيترز علشان خاطر ايه ما اوصلش ان الفيول بتاعي يبقى كومبليتلي فروز. طيب الفلاش بوينت على النقيض، يعني البور بوينت ده بيمثل الاماكن المتجمده، الفلاش بوينت ده بيمثل الاماكن اللي بتبقى درجه حرارتها عاليه زي دول الخليج مثلا. احنا مشكلتنا يا شباب في البتروليوم برودكتس، مش يعني لو معايا شويه بنزين، انا مش مشكلتي في الليكويد بتاع البنزين نفسه قد ما مشكلتي في التطاير بتاع البنزين، البخار بتاع البنزين اللي بيتطاير، هو ده اللي بيعمل لي عمليه ريسك، هو ده اللي بيعمل لي عمليه ايه؟ حرق. تمام؟ فالفلاش بوينت دي، بيحصل في درجات حراره عاليه بيحصل تبخير وبيحصل تطاير لذرات الوقود. تمام؟ وبتتحول لغاز بيبقى سهل اشتعال وعمليه الحريق. فالفلاش بوينت دي اتس جيفن ان انديكيشن اوف فاير اوف ريسك ان ستورج، بتديني انديكيشن لعمليه الفاير ريسك في الاستورج اندر امبيانت كونديشن ديبند اوف فيول تايب اللي هي بتعتمد على التطاير. تمام، يبقى تاني يا رجاله احنا عندنا نقطتين، نقطه الصب اللي هي البور بوينت دي بتتعامل ببقى خايف يحصل عمليه فروزن او كومبليتلي فروزن للوقود، نقطه الفلاش بوينت ببقى خايف ان انا يحصل عمليه
حريق او فاير ريسك نتيجه التطاير اللي بيحصل، نتيجه التطاير اللي بيحصل لذرات الوقود. تمام، ده كده الثلاث مصطلحات اللي معانا اللي هم السب اجنيشن تمبريتشر والبول بوينت والفلاش بوينت. اخر حاجه معانا اللي هي بتعتمد على الكواليتي اوف فيول، احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها الاوكتان نمبر وحاجه اسمها السيستم نمبر. الاوكتان نمبر ده اللي هو بيخص البنزين انجن او بيخص السبارك اجنيشن انجن، السيستم نمبر ده اللي هو بيخص الديزل انجن. الاوكتان نمبر ده بيتكون من حاجتين، بيتكون من ايزو اوكتان وهكتان. طيب لما اجي بقول على البنزين 80 او البنزين 92 او البنزين 95، بيكون الرقم 80 او 90 او 92 او ال 95 ده بيمثله الايزو اوكتان. تمام، الايزو اوكتان اهو لما اجي اقول الاوكتان نمبر اتس ايكوال تو ايزو اوكتان فراكشن في اللي موجود في الوقود. فبالبلدي كده از اوكتان نمبر انكريز، ايزو اوكتان نمبر اماونت انكريز، كواليتي اوف فول انكريز، بدليل ان انا بنزين 95 هو انضف من بنزين 92 هو انضف من بنزين 80. طيب اخر حاجه الستان نمبر، الستان نمبر ده بيتكون من هيكسا ديسان وميثان نفتالين. الهيكسا ديسان برضه هو بيمثل بيمثل الايزو اوكتان في الاوكتان نمبر، يعني كل ما الستان نمبر فراكشن بيزيد كل ما الكواليتي بتاع الفيول بتزيد. ده المصطلحين اللي معانا اللي هو ايه الفرق ما بين الاوكتان نمبر والستان نمبر. نرجع كده للشيت بسرعه يبقى عشان نبقى مطمنين ان احنا وفينا كل اللي في الشيت. رايت اشورت نوتس اون ديجري اوف اي بي اي، خلاص احنا عرفناها. سيلف ايجنيشن تمبريتشر خلاص احنا عرفناها. بور بوينت عرفناها. فلاش بوينت، ديستليشن، ستان نمبر اند اوكتان نمبر. حاجه اخيره عايزين نقولها دايما دكتور رمضان بيجيبها وهي في المحاضرة، هي في المحاضرة حاجة اسمها هيجي يقول لك ايه الفرق ما بين البروكسيميت اناليسيس اوف كول والالتيميت اناليسيس اوف كول. تمام، البروكسيميت اناليسيس اوف كول والالتيميت اناليسيس اوف كول. طيب البروكسيميت اناليسيس اوف كول قال لك ديترماينز اونلي فيكسد كربون فولاتيل ماتر موزيتشر اند اش يوسفول تو فايند اوت هيتنج فاليو سيمبل اناليسيس اكويبمنت. طب الالتيميت قال لك بيحدد لي كل كومبوننتس اليمنتس كربون هيدروجين اكسجين، ده بيستخدم في عمليه الديزاين للافران. تمام، وده ليبراتوري اناليسيس، يعني التحاليل دي تحاليل معمليه. تمام كده يا شباب، كده احنا نقدر نكون خلصنا الشيت واحد يا شباب. يعني اعتقد الشيت اللي قلناه غطى حوالي من 70 ل 80% من المحاضره. كنا بدانا في شابتر 2 اللي هو الكيميكال رياكشن، خلصنا فيه اول جزء، فان شاء الله نكمل في شابتر 2.